السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة تبست مينوت هذا الشقة معروضة للبيع شقة جديدة بالطابق السفلي نبدأ على بركة الله هناك سالون به نافذة مطلة على الخارج وحديقه صغيره امام المنزل في مكان هادئ جدا وراقي سباقه ياقوت عصريه اللون الابيض مساحة الشقة 53 متر مربع سقف سامبل بسيط من الجبس وندخلو غنلقاو جوج جوج بيوت يعني غرفتين من جهة اليمين وحمام من جهة اليسار هاي الغرفة الأولى صباغة حديثة جدا الأبواب والجدران السقام سمسة وهوية كل غرفة أو فيه آه نافذة تدخل الشمس والهواء كما تشوف السباقة حديثة جدا ومصلوحة امامها الغرفه الاولى امامها الحمام هذه غرفه الثانيه البيبان مصلوحين مزيان الارض هي ما فيها لا رطوبه لا والو كيف ما تشوفوا مصلوحه مزيان ومفينيا دا مزيان دابا غادي ندخلو أه الحمام كاين مرحاض عصري، كانت التهميه، كنا لازم مرحاض كلها حديثه، صباغة زيتيه، جلدي عصري. دابا غادي ندخلو نشوف نشوفو مطبخ. المطبخ، المطبخ زيدان، ولكن غير مزهاج ب بالبلاكارات وهذا راني سامبل لان سوق جديده فيها البيبان البلاكارات التحتانيين وهنا ممكن ديروا شوفو ديال الضو ولا ديال الغاز المهم هنا مهوي تديرو ماكينه الصابون باش تربحي المس المساحات تسد عندو الباب ديالو باش ما تدخلش القبره للدار مهم احنا جبنا بكم دورة في الدار الشكل ورينكم الشكل الداخلي والخارج للشقة بإقامة ريحانة حي مبروك مساحة 53 متر كاري الثمن غادي تلقاه موجود في صندوق الوصف ورقم الهاتف هنا بلاصه الضوء والماء هنا فيناء خلفي للعمارة هذا باب آخر تدك الجردة الداخلية اللي في الاقامه نشوفوا دابا عدد السكان في الطابق السفلي تقريبا كاين واحد جوج ثلاثه انت الرابع عاد السانسور كاميرات. كاميرات. الجار الخامس منو الباب الخارجي وها هذه هي السقة جات بالضبط حدا الإقامة عندها جوج بيبان باب خشبي و باب ديال الحديد وهذا هو باب الصندوق مية درهم الصندوق هنا فين كاين مكينة ديال ديال الماء الباب تيسد سد اوتوماتيك هذا هو خارج اقامه فيها جوج جريدات وبالضبط السوق حداها الجريده ديالها كاين جاردين اللي تجيبو كاين بواب المهم اقامه محروسه هادئه معروضة للبيع فينيسيون بيان فيني و بغاها يتصل بنا في الرقم داخل صندوق الوصفات تلقاوه غادي آه، لكم التعليق في الثمن ورقم الهاتف وندير جولة سريعة بالسوق مرحبا بكم في قناه طبسيت مينوت ما تنساوش ديروا لايك و اشتراك لاول مره الى شتي القناه وتعليق الى عندكم اي استفسار مرحبا بكم